فإذا كانت الرحم والأمانة على جنبتي الصراط، فمن عليه من الخلق؟ عليه من الخلق أنبياء الله، ولهم يومئذ دعاء أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ودعاء النبيين يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم من هول ما يرون، ومن عظمة ما يبصرون، ومن جلالة الخطب وجليل الشأن. كل ذلك يقع قبيل أن يؤمر بالناس إلى الجنة أو إلى النار. ولهذا قال العلماء كما قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. والله بينا في سورة مريم بين ذلك، قال جل وعلا: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها أن يمر على الصراط. كان على ربك حتما مقضية، أي أن هذا الأمر كائن لا محالة، لا يمكن أن يترك، لا يمكن أن يحجب، لا يمكن أن يبدل. كان على ربك حتما مقضية، ثم أي بعد أن يمر، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ما أحوال الناس وهو يمرون على الصراط؟ هناك أحوال عامة وهناك أحوال خاصة. فالأحوال العامة أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: ناج مسلم، لا تخدشه النار، لا تخدشه النار ولا مثقال ذرة، وهؤلاء أتقياء أبرار صالحون جعلنا الله وإياكم منهم. وساقط من أول وهلة، ساقط في النار من أول وهلة، وفي مقدمة أولئك المنافقون. ومخدوش ناج تصيبه النار لكنه آخر الأمر ينجو، تصيبه النار تخدشه لكنه ينجو. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة عبر عن هذه الطوائف الثلاثة بطرائق متعددة، قال ناج مسلم، وقال مكردس في النار، وقال منكوس في النار، وقال مخدوش ناج، وقال مخدوج به. فجاءت أحاديث كثر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث كثيرا عن الصراط. وحتى اليهودي لما سأله علم أن هناك صراطا وأن هناك جسرا، والصراط والجسر بمعنى واحد. وقد قيل للإمام أحمد: متى يستريح المؤمن؟ قال: إذا خلف جسر جهنم وراء ظهره، إذا خلف جسر جهنم وراء ظهره.